لا يوجد أي فيلم من أفلام الرعب يمكن أن يشبه بالواقع، لأن الواقع إذا لم يحمل تفسيرا منطقيا يخيفنا أكثر من مجرد فيلم نعلم مسبقا أنه خدعة. في هذا الفيديو سنقدم لكم مجموعة من التسجيلات الغامضة والمخيفة والتي إلى الآن لم يستطع فريق الخبراء إعطاء أجوبة منطقية لما سوف تشاهده بعد قليل. لذلك إذا كنت لا تحتمل رؤية المشاهد المرعبة فلا تشاهد هذا الفيديو. طفل الغرفة. في الآونة الأخيرة ظهر هذا الفيديو على الإنترنت وأصبح من أكثر الأمور جدلا. بالنظر إلى التسجيل تجد كاميرا منزلية مثبتة في غرفة الطفل من أجل الاطمئنان عليه ليلا، ولكن ما سجلته هذه الكاميرا جعل الدم يجف في عروق المشاهدين. أظهر هذا الفيديو الطفل وهو يصعد على حافة السرير ويقف عليه بتوازن تام وكأن شخصا قام بإمساكه وسقط بعد ذلك فجأة. دعونا نشاهد التسجيل الكامل. المقطع المرعب في الفيديو ليس بوقوف الطفل على حافة السرير ولا حتى بصوته الغريب، ولكن لحظة سقوط الطفل كانت مثل الذي قام بسحبه من الخلف. الشخصية الشيطانية. سوف نعرض لكم في هذه الفقرة تسجيلا صور عن طريق شاب في المنزل. في الأيام الماضية بدأت أشياء غريبة تظهر، فقرر شاب أن يحمل كاميرا تسجيل آمنا أن يلتقط أي ظواهر خارقة للطبيعة. في بداية محاولته لم يستطع تسجيل أي شيء غريب، ولكنه اتخذ قرارا سيئا جدا، فقد قرر التوجه إلى الطابق السفلي في البيت. كان هناك شيء غامض جدا وغير مفهوم. الروح الشريرة. في هذه الفقرة شاب يعيش في منزله لوحده يلاحظ منذ شهر نشاطات غريبة تحدث في بيته، لذلك قرر وضع كاميرات للمراقبة في مطبخه وتركها تعمل على نظام التسجيل التلقائي. وبعد مهلة من الوقت دعا الشاب سماع بعض الأصوات الغريبة في المطبخ. سندعكم للمشاهدة والحكم. التقمص.
تم تصوير هذا الفيديو عن طريق كاميرا بنظام الرؤية الليلية. بدأت القصة عندما شعر صاحب المنزل بشيء غريب يحدث له أثناء نومه، لذلك قرر وضع كاميرا للمراقبة في الغرفة. وأثناء عرض الفيديو أظهر شخصا يرتفع ويهبط بشكل مريب. الغرباء. في عام 2011 مجموعة من الأصدقاء قاموا بتسجيل مقطع فيديو أثار جدلا واسعا. بدأت القصة عندما ادعى أحد الشبان سماع أصوات مريبة تلاحقه كل ليلة، ولذلك قرر أصدقاؤه البقاء معه في أحد الليالي وإحضار كاميرا لتسجيل أي صوت مشبوه أو حركة غريبة. دعونا نرى ما حصل. أسرار خبراء التقصي. هذا المقطع وجد في علية بيت قديم، وأثناء فحص الفيديو تبين أنه تابع لفريق من الخبراء والمسؤولين عن التقصي وملاحقة الظواهر الغريبة، وقد تم تصويره في عام 1978، وهذا ما وجد في مضمونه. По всей видимости, перед нами случай одержимости дьяволом. Точно ничего не известно ни о создателях жуткой записи, ни о человеке в кадре. Thank you.